مشى مسكين، عنده في العشية الرياضة، مشى عنده الامتحان، مش عنده امتحان، دخل المدرسة لعب المرة الأولى، حط لي أستاذ 14، قال لي أستاذ 14 راه ما غاديش تكفيني، بقى يطلب فيه يطلب فيه، قال لي عاود لي أستاذ مرة أخرى، أستاذ طلبو، قال لي أستاذ ملي طلبتيني غتعاود المرة الثانية، عاود المرة الثانية، مسكين تيجري بحر جهده، مسكين بغى يجي هو الأول، كيجري مسكين تيجري، تيجري وتيلعب الرياضة، وعزيز عليه الرياضة خويا، كيجري مني هذاك الشري هذاك لافيتاس اللي غادي بها العالية، بغى يوقف ما قدرش يوقف، ضرب مع الباب وعاود رجع. ضرب مع الباب وعاد رجع ضرب مسكين هنايا تقصح هنا وطاح تجبد مسكين تجبد مسكين ويقول لهم مسكين راه فيا الموت عتقوني فيا الموت فيا الحريق فيا الحريق فيا الحريق مسكين ويغوت ويقول الدراري عتقوني 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 غطوني جاني البرد الدراري يقول لهم غطوني جاني البرد اش دار المدير اش دار المدير ما صوناوش المهم شو مسكينه خلاوها وشدوه هزوه تناوه جلسوه داو لبلاصه الاساسيده بلاصه الاساسيده خشاو تما ساعتين خويا هو جالس تما ساعتين هو كيقول لهم عيطوا لي غير المهم نتوما ما عيطوش ليها قولوا لهم قال لهم المدير غنمشي نشوف لاسيرونس واش خالصه عاد نعيطوا لومبيلونس عيطوا لومبيلونس كيقولوا بلاش نشوفوا الدري واش مخلص لاسيرونس واش عباد الله 100 درهم ديال لاسيرونس 100 درهم ديال لاسيرونس ضيعوا فيها الشاب عنده طموح بغى ينجح هذا العام ويفرح مهمته قال لها الدور غنجيب 17 مهمته ونفرحك خلاو تما ساعتين مسكينه على الدراري اللي جاو المدرسة ما علمتش ان امو ما ولدها راكي راه ولدها كيموت في المدرسة ما علماتوش المدرسة الولد خبعوه وخلاوه تما جاو التلاميذ خالتي عتقي راه ولدك طاح في المدرسة طار عمامة مسكينة تجري بهذاك الحار ديالها تخلعات وخويا اناي حنا كنعرفو خويا من صغره الا شاف الدم ولا شي حاجة كيسخف هادي كنعرفو خويا حنا جاتنا ديك الطيحة اللي طاح وسخف اعتبرنا خويا راه ماشي راوق على مشى بلا ماكله وسخف في الرياض هادشي اللي اعتبرنا خويا مشى الرياضه تما ولعب بغى كيلعب ديما الرياض وسخف طاح لينا تما طالعه ماما مسكينه لقاتهم مخرجينه في لومبيلونس هذيك الساعه اللي طالعه ماما شحال بعد شي ساعتين وهو جالس تما طلعه اللي طلعت ماما عاد خارجينه بلومبيلونس داو داو المنص فاش لقينا الخبر ديالو تصدمنا في خويا ما توقعناش انه مات ما توقعناش انه مات هو عندك في يمسك ويقول يا اختي عتقيني وقف ويقول يا اختي واختي عتقيني غتقتلني ويدفع فيها ما خليهاش دوكري البرا هكا كتقفق فيا هكا كتقفقف مخلوعه كدوك البرا والبرا هكا كتلعب ليه في يدو انا كنشوف البرا هكا كتلعب نقول لها شوفي انا ولاد نصبر فيها كنشوف خويا في ديك الحاله ونصبر في الطاجيره ونقول لها عتقي لي خويا تقول لي لا راه ما خلانيش كندير معاه مجهود خصنا نعاودو عاوتاني من الاول واش خويا خاصو يدخل للسبيطار يمشي يدير لي راديو دخلي تقول لي البرا ديال غسيل المعده ونقول لك راه واكل المخدرات ما كاينش شي حاجه سميتها الطبيب تهمل لي خويا ومن شفت ديك الحاله ديال الاهمال وليت نقول لها صونيت خالتي في ميريزكو خالتي واقفه معانا في ميريزكو كتقول لي غير لومبيلونس ارجون جيبونا انا واقفه تما ما طلقوا لي اخويا ما عاد تقول لي اخويا كنقول ما طلقوا كيتشبد هو باغي يوقف كيقول لي ديني عند خالتي تعتقني ديني عند خالتي تعتقني وهي مخليها مجبد تما الدم هكا كيسيل كيسيل لي الدم مشات جيب برا قالت كذاك البرا ما صدقاتش مشات جيب برا اخرى عاوتاني مشات هو معنك فيا يقول لي يا اختي راه غنموت نقول لي شوف ما تخلعش ماما خليش امي ما دخلاتش عنده ما تخلعش ماما يقول لي شوفي انا مت راه خليت لك امي امانه بهذه الكلمه قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.